السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعز متابعين في الدنيا. عندي أسعار الدولار اليوم الأربعاء 26/10/2022، الأربعاء 26 أكتوبر 2022. نستعرض بإذن الله أسعار الدولار في البنوك المصرية، وحنستعرض سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بإذن الله. لكن طبعا تتكرموا عليا بلايك واشتراك فضلا وليس أمر. النهاردة ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار، مش في السوق السوداء بس، لا في البنوك المصرية كافة، بنك مصر ايران وبنك ومصرف ابو ظبي والبنك الاهلي الكويتي وبنك الاستثمار والبنك المصري الخليجي والبنك العقاري المصري وبنك الاسكندرية، سجل الدولار في 19.70 جنيه. ده سعر الشراء. بنك الاسكندرية 19 جنيه، زي ما قلنا لحضراتكم 0.70 قرش. البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك قطر الوطني، سجل فيه الدولار 19.67 جنيه. بنك اكريدي 19.66 جنيه. البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربي الافريقي وبنك التعمير وبنك قناة السويس والبنك الاهلي المتحد، سجل فيه الدولار 19.65 جنيه. بنك بلوم وبنك سيب، سجل فيه الدولار 19.63 جنيه. بنك الامارات وبنك المشرق والبنك الاهلي اليوناني والبنك الكويتي الوطني والمصرف العربي الدولي وبنك ابو ظبي التجاري، سجل فيه الدولار 19.63 جنيه. زي ما قلت لحضراتكم في ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وفي السوق السوداء كمان. يلا بينا هنتعرف على سعر الدولار في السوق السوداء المصرية اليوم. سجل الدولار في السوق السوداء اليوم شراء 22.81 جنيه، والبيع 23.73 جنيه. أنا بشكركم وعلى رأس وجودكم.